رولين لكات سين تو تيك فور مارك. انا وليد الكيلاني شغال في مجال الفاشون وممثل. اخدت ورشه ايه ومع مين؟ اخدت ورشه تمثيل في شركه سينما تكس مع المخرج الدكتور الكبير فؤاد الشربيني. اتعلمت ايه في الورشه؟ لا انا اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت اسس التمثيل، اتعلمت ازاي اقف قدام الكاميرا، اتعلمت ازاي اتعامل مع مكاتب الكاستنج وشركات الانتاج، اتعلمت ازاي امسك السكريبت واعرف ان انا اقراه، لان انا كان عندي مشكله في حته السكريبت كنت بتوه فيه يعني. كان عندك اي ملاحظات؟ لا طبعا ما كانش عندي اي ملاحظات، بس هي الملاحظه يعني اللي انا اخدت بالي منها ان انا لما جيت هنا الشركه اخدت بالي بالشهادات واللي على الحيطه لدكتورنا الكبير، ما كنتش متخيل كميه الشهادات دي الصراحه يعني، فانا اتعرفت عليه اكتر. هو مخرج كبير ودكتور كبير وانا اتعلمت منه حاجات كتير. اخدت ورشه مع اي حد تاني وايه تجربتهم؟ انا اخدت ورشه مسرح، فطبعا في فرق ما بين ورشه المسرح والدراما والميديا، فانا عرفت ايه الفرق. والله لسه ما فادتنيش، بس انا اللي انا اتعلمته اكيد طبعا هتفيدني في المرحله الجايه ان شاء الله. شكرا. شكرا.